مرحبا من الدبي اوتودروم. كاس تحدي بورشا جي تي 3 رجع بالموسم التاسع، وهاي الويكند يعني كان شوي سبيشال زياده عن اللزوم لانه بيحتفلوا بالسباق رقم 100 في الشرق الاوسط. احنا اليوم في المرحله الثانيه من الجزء التاسع، وعندنا 17 سائق من 9 دول بيشاركوا. طبعا هاي البطولة دائما استقطبت سائقين من الشرق الأوسط ومن العالم، وطبعا هاي السنة مش استثناء. هاي البطولة مقسمة إلى 6 مراحل، كل مرحلة بيكون فيها سباقين. هاي السباقات بتصير أيام الجمعة وأيام السبت في حلبة مختلفة. طبعا هاي البطولة بتتنقل بين حلبة البحرين الدولية، الدبي أوتودروم، وحلبة مرسياس. بخصوص السيارة، هي عبارة عن بورشا 911 جي تي 3، فهي سيارة بروتكشن، سيارة عادية، لكن طبعا تم تعديلها. السيارة ما فيها غير كرسي واحد، الماتور اللي عليها 6 سلندر بيولد 485 حصان. طبعا ما تنسى لأنه السيارة وزنها أخف، فطبعا سرعتها هتكون أقوى. قبل ما نتطلع على نتائج المرحلة الثانية، أنا عن جد بنصحكم إنكم تتابعوا هاي البطولة. يعني بإمكانك تحضر السباق مجانا، ومش بس هيك، بإمكانك تدخل على الكراجات وتشوف السيارات وتشوف الفريق التقني كيف قاعد بحضر السيارة عشان تتنافس. بإمكانك تحكي مع السائقين، بإمكانك تحكي مع المسؤولين عن الفرق، فيعني هاي فرصة عن جد إنها رهيبة. أنا بنصحكم إنكم تتابعوها. السباق الجاي إن شاء الله ب 26 و 27 يناير في حلبة دبي أوتودروم، فإن شاء الله خليكم معنا.